عليكم. صهيب من السودان يأذني أن يكون سؤاله عاما. من يملك مبلغا يسيرا وعنده حجة إسلام بالحملات والحمليات غالية وعنده أيضا زواج وزواج من الحاجيات قد ربما يكون من ضروريات أيضا وأهله في مرتبة أيضا معها في السودان بحاجة إلى مساعدته، كيف تنصحونه في أن يجعل هذا المال المبلغ اليسير؟ ذكر 20,000 ريال. لا يجب عليه الحج لأنه قد تعلقت به حقوق أهله والزواج مقدم في مثل هذه الحال لتعلق حاجته به، إنه كالأكل والشرب فهو حاجة أساسية، والاستطاعة التي ذكرها الله تعالى في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هي القدرة المالية والبدنية الزائدة على القدر الذي يحتاجه الإنسان أو يحتاجه من يقوته ويقوم عليه من في مدة الحج حتى يرجع. وبالتالي إذا شق عليه كما وصف فلا يجب عليه الحج، لكن ثمة حملات خيرية وثمة أيضا حملات مخفضة الثمن وهذا موجود وترعاه وزارة الحج الآن بقريب من 2000 تقريبا. الإخوان يلحون عليه دقيقتين ونحوها، طبعا أنا غير مصدق لكن الوقت هكذا يجري. طيب بالنسبة لمساعدة أهله والزواج، يتزوج أو يساعد أهله؟ يعني إشارة منكم. يتزوج، يتزوج ويسر الله تعالى لأهله سد حاجتهم. إذن من شروط أقدم على الزواج أخي صهيب بإذن الله. من شروط وجوب النفقة على الغير غير المنفق وهو إذا كان قد أرصد هذا المال لحاجته فليس غنيا.